الرحيم مصطفى عباس نائب مقابل لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة في إطار مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك اللي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية. بيسعدني إن احنا النهاردة نتكلم مع بعض عن المبادرات الشبابية في مصر. المبادرات الشبابية في مصر كمصطلح بدأ يمكن مع بداية الألفية الجديدة، وكان الهدف منه إن هو يكون بيعزز ثقافة المشاركة الاجتماعية للشباب. مع بداية الألفية تم إطلاق كتير من المبادرات والمؤتمرات كمان والتجمعات الوطنية والإقليمية، كان أبرزها منتدى الشباب العربي اللي كان بينظمه منتدى الإصلاح العربي التابع لمكتبة الإسكندرية، بالإضافة كمان لمبادرات إقليمية كانت مهمة جدا عززت مشاركة ومصطلح المبادرات الشبابية. المبادرات الشبابية هي كل نشاط أو حركة أو تجمع من مجموعات من الشبابية بتتكون من 2 أو أكثر من الشباب في أي نطاق جغرافي هدفها هو إحداث تغيير في مجتمعهم المحلي أو الوطني أو الإقليمي. مبادرات من وإلى الشباب اللي بيقوم بيها هم الشباب وتستهدف الشباب أو الفئة المستهدفة منها هي الشباب. في على المستوى الإقليمي كان في صندوق تجوال الشباب العربي المبادر وكان يطلق عليه صفر، وكان هي أحد المبادرات الإقليمية اللي عززت هذا المفهوم. هذا الصندوق كان بيتشارك في إدارته والإشراف عليه برنامج نسيج، وهو أحد البرامج الممولة من سيف ذا تشيلدرن أحد برامج الأمم المتحدة، واللي كان بيعطي فرص أو بيمنح فرص تجوال الشباب العربي ما بين الدول العربية سواء منح تجاور أو تظاهر أو حضور فعاليات. من هنا تم انتشار مصطلح المبادرات الشبابية، لأن كان في عدة كيانات على المستوى الوطني والإقليمي بتبعها. كمان في مرحلة في الإطار الزمني لتطور مصطلح وأنشطة المبادرات الشبابية كان ثورة 25 يناير 2011 والحراك السياسي اللي قام في مصر، فالمبادرات ما بقتش بس بتنحصر على المبادرات المجتمعية اللي هدفها إحداث تغيير وحل مشكلة اجتماعية أو ثقافية في المجتمع المصري بما إننا بنتكلم بشكل خاص عن مصر، وإنما تطرقت أيضا لكتير من الأمور السياسية والمشاركة السياسية بشكل خاص، وتطرقت كمان مبادرات كتير إن هي تفكر إن هي تطلق أحزاب سياسية مع بداية شرارة ثورة 25 يناير. حاليا التنظيم القانوني للمبادرات الشبابية في مصر ما زال غير واضح، ولكنهم في حاجة إلى تنظيم قانوني، قانون الجمعيات الأهلية اللي تم إقراره مؤخرا من عدة أشهر، وإحنا في انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة بيه، هينظم عملية تسجيل المبادرات، وإنها لازم تعد بشكل مقدم خطة سنوية لها، وإن بيتم تسجيلها بشكل أو بآخر. ولكن أنا بشجع وبأسمن حقيقي مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإن هو يسجل هذه المبادرات الشبابية من خلال مجالس إدارات مراكز الشباب في كل ربوع مصر. مصر فيها ما يقرب من 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، جميعهم يتبعوا الإدارة المركزية مراكز الشباب في وزارة الشباب والرياضة. في حالة تسجيلهم هناك ده هيسهل كتير جدا على الشباب، وهيديهم الإطار القانوني اللي هم محتاجينه، وكمان هيفعل دور مراكز الشباب في المجتمع المصري. وأسمن هذه المبادرة، واحنا في انتظار إطلاقها وتنفيذها من خلال برنامج المبادرات اللي بيرعاه السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأسمن كمان دور وزارة الثقافة برئاسة معالي الوزيرة إيناس عبد الدايم بتسليطها الضوء كتير على مبادرات الشباب، وإطلاقها كمان على هامش معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب، مبادرة التطوع واحتوائها لآلاف من شباب مصر اللي ساهموا حقيقي بآلاف ساعات التطوع في تنظيم ومساعدة زور الزائرين والعارضين المعرض السنوي المعرض الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب.
فدي كلها جهود نثمنها، ولكن بنتكلم على تنظيم الاطار القانوني، خاصه ان الشباب عرضه حاليا لان هم يكونوا فريسه لكل التيارات المتطرفه واعداء الوطن اللي بيحيطوا حاليا كتير من المؤامرات. وده اللي خلى لحد ما اقول لحد ما ان يكون في سمعه سيئه بتلحق بهذه المبادرات، الى جانب ان التمويل وشبهه التمويل ليس بشبهه، لان حكومتنا حتى بتاخد تمويل وتاخد قوت اجنبيه، ولكن هو محتاج الى التنظيم. المبادرات الشبابيه في حاله عدم وجود كيان بتسجل فيه ويراقب ادائها فنيا وماليا للاسف هتكون محل شك بشكل دائم. من هنا باسمي وجود وزارتي الشباب ووزاره الثقافه في ده، وان شاء الله هيكون في من ما بين لجنه الشباب المجلس الاعلى للثقافه ووزاره الشباب ان شاء الله تفعيل بشكل اكبر لكتير من المبادرات والفرص اللي يتم منحها للشباب، وان يكون في اليه كمان لهم هم لو حابين هم يقدموا على فرص داخل او خارج مصر، ان يكون في اليه للتقديم على موافقه للتعاون مع هذه الجهه، وهل هي فعلا حسنه النيه او لا، علشان شبابنا ما يخضعش لاي مؤامره واي فخ بينصبها.